عايزين نعمل شوربة العدس فهنحتاج نص كيلو من العدس. الكيس تقريبا بيبقى 400 جرام، وإذا بنشتري من عند العطار أو العلاف بيكون برضو بمزاجنا بقى، احنا بنقول له ادينا نص كيلو براحتك. يعني هنغسله كويس جدا جدا، والعدس لازم يتغسل مرة واثنين وثلاثة لحد ما المية تبقى شفافة خالص، كلير تماما. بحط أنا بالنسبة لي عشان العدس ده أذواق، أنا بحط جزر كتير سنة، يعني أحب مثلا أحط جزرتين ثلاثة، ما بيخلفش خالص في طعمه ولا أي حاجة، ولكن بيدي لون حلو قوي. فممكن تكتروا الجزر شوية، يعني دي تكة ممكن أبقى إيه أقول لكم جزر أو جزراية، ولكن لأ، الكيس العدس بياخد مثلا جزرتين ثلاثة كده حلوين يدوا طعم حلو قوي. محتاجين كمان طماطماية، أنا بحط طماطماية واحدة، إذا تحبوا تحطوا طماطميتين أوكي. بصلة طبعا، والبصلة مش كبيرة قوي على فكرة، مش كل ما كترنا البصل كل ما كان أحلى، لا بصلة متوسطة صغيرة عادي. فصوص الثوم اختيارية، إذا تحبوا تحطوا فصين أو ثلاثة أو واحد ده اختيارية جدا، مفيش أي مشكلة خالص من وجود الثوم أو إن احنا نشيله، الاتنين حلوين. في ناس بطنها بتوجعها جدا من العدس، وبيبقى المشكلة على فكرة مش في العدس، المشكلة في الثوم اللي موجود في العدس. فأنا حاطة ثلاث فصوص من الثوم، وطبعا عندنا شوية ملح، ممكن نحط شوية كمون، والمية بتاعتنا عشان نسلق العدس. طيب في اختيارات كتير عشان نعمل شوربة عدس. اختيار أولاني إن أنا أمسك الخضار اللي عندي ده، سواء ثوم، بصل، جزر، طماطم، اقوم مدخلاه الفرن يتشوي، واقوم مطلعاه على العدس حطاه كده ووديهم ميه واسيبهم على النار، فنكهه الخضار المشوي تدي نتيجه حلوه. اختيار التاني اني امسك الخضار ده اشوحه بحته زبده حلوه وبزبده او بسمنه، وبعد ما اشوحه اقوم نازله برده بالعدس مدياله تقليبه، وبعدين اديله الميه واسيبه يغلي. دي تاني طريقه. تالت طريقة هو ان انا احط كل حاجة على بعضها على البارد ولا اي حاجة خالص، اقوم حاطة العدس وكله، وده اللي هنعمله دلوقتي عشان احنا عندنا طرق تانية فيها تشويح، فيبقى عملنا طرق مختلفة. ولكن شوربة العدس زي ما بقول لكم كده، يا اما دخلنا الخضار في الفرن فبقى مشوي، يا اما شوحناه تشويحة فبقى متشوح، ودي نكهة ودي نكهة، واللي برضو اللي كله على بعضه بيبقى خطير. فده اللي هنعمله حالا. هنعمل ايه؟ هنحط كل الخضار اللي عندنا كده، طماطم وبصل وثوم وجزر، وننزل بالمية. انا عايزة احط مية باردة لان انا احتمال ابقى عايزة استخدم مية سخنة في حاجة تانية. كله على البارد ني في ني، وننزل بالعدس. شوربة العدس بتاعتي ما فيهاش ولا بطاطس ولا كوسة ولا أي حاجة تانية، وهو ده الخضار اللي أنا بحطه. غير كده أنا بالنسبة لي هتبقى شوربة خضار مضروبة بقى بالعدس، فأنا مش محتاجة خالص 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 إن أنا ولا تقل الشوربة بتاعتي، لأن هي هتبقى شوربة محتاجة قوام، هيكون قوام الشوربة مش أكلة، مش تقيل، أنا عايزاه قوامه حلو وفي نفس الوقت إلى حد ما خفيف شوية، بس مش خفيف قوي وصايص يعني، ولكن هو خفيفة مظبوطة. أقدر أعمل من الشوربة اللي أنا هعملها دي، أروح بقى أعمل منها شوية بشعرية، أشربها إذا شوربة عادي، أعمل منها شوية فتة، أحط العيش وأحطه عليها. فدي الأساس بتاع ثلاث تقريبا ثلاث وصفات من وصفات العدس على الطريقة المصرية. حطينا المية، عندي شوية من الكمون، ممكن تحطوا الكمون دلوقتي وممكن ما تحطوش الكمون تسيبوه للآخر، ممكن تحطوا الملح وممكن ما تحطوش، انا احط بس ايه سنة ملح صغيرة كده. طبعا بنسيب، انا هنقل ده الناحية دي، بنسيب الشوربة بتاعتنا تقريبا بتاخد قد ايه على النار، تلت ساعة، حوالي من 20 ل 25 دقيقة عشان العدس والخضار يستوي، بناخده بعد كده بنضربه في الخلاط. وبيبقى شوربة، بنبتدي بقى ايه نشتغل في الشوربة بتاعتنا ونشوف هنحط لها ايه نكهات. العدس الباكستاني عندي نص كيلو من العدس الأصفر، طماطم مكعبات، بصلة مفرومة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، بيحطوا جنزبيل فحاطين معلقة صغيرة من الجنزبيل الفريش مفروم، عندنا معلقة كبيرة من الفلفل الحراق،
عندنا كمان زبدة وكزبرة جافة وملح، وللطشة معلقة كبيرة من الثوم، فلفل أحمر حراق مجروش، وزبدة وبابريكا. يلا بينا. احنا الحلة بتاعت العدس الباكستاني جنبنا اهي. اول حاجة هنروح كده نجيبها، ناخد الزبدة، واكيد زبدة وزيت مع بعض، فهنحط طالما حطينا زبدة يبقى هنحط الزبدة والزيت. ادي الزبدة والزيت. تسخن الحلة كويس، وهنحمر البصلاية ازيد شوية. شوفوا قد ايه كل حاجة ممكن تبقى شبه بعض، ولكن بلد عن بلد حاجة صغيرة، زي مثلا احنا هنا هنحمر البصلاية ازيد شوية، هي ده اللي ممكن يخلف الطعم خالص، يخليه مختلف ومكوناته كلها عادية زي اللي عندنا. نحط البصل، زي ما اتفقنا احنا هنا بنسيب البصل يتحمر شوية زيادة. هنا بقى ايه الطشة والحركات بتاعت الشوربة، نوسع لنفسنا كده ووريكو شوربة العدس مثلا بعد ما خلاص هي استوت وكله تمام. نبتدي بقى ايه نضربها على ما البصلة بتاعتنا تشتغل كده وتتحمر. ناخد لنا مثلا ضربة كده بسيطة. هو شارب المية بتاعته كلها، فاحنا هنزود له مية اكيد عشان ما يبقاش تقيل قوي كده. نسيب مساحة ونديله شوية مية سخنة ونضربه. نضرب العدس كويس قوي عشان لو مش هتصفوه، يعني انا مثلا من محبي جدا ان انا اقوم مصفياه كمان تصفيه عشان يكون ناعم قوي، ولكن اذا ضربناه كويس فما بيبقاش فيه داعي. كده ان شاء الله يبقى اتضرب كويس. تعالوا بقى نحطه هنا، لونه جميل جدا، الجزر بيدي لون خطير. حاضر. رغدة بتوصيني كتر في الكمون. طب الكمون الكتير بقى على فكرة ست رغدة بيمررها، بيمرره شوية. ايه اللي بيحصل هنا؟ العدس بيغلي. حطينا شوية مية في رحلة البحث عن ازاي ايه نشغل الخلاط. هنرجع تاني للعدس الباكستاني حالا. احنا دلوقتي كده بنصفي شوربة العدس العادية التقليدية بتاعتنا زي ما احنا شايفين،
هنحط شويه ميه مغليه كده عشان نفك العدس بتاعنا شويه ونظبط القوام، ونرجع الحله على النار عشان نبتدي نتبلها. نسيبها بقى ايه تبقبق لها شويه كده. بالنسبه بقى للعدس الباكستاني، كنا عملنا فيه ايه؟ كنا حمرنا البصل مع الزيت والزبده زي ما احنا شايفين كده، اللون ايه ابتدى يتحمر بزياده شويه. انا مش عايزاه زي التقليه، بس انا عايزه اللون يكون غامق شويه. وبالتالي على طول هنقوم نازلين بالثوم دلوقتي بقى والجنزبيل. ادي الثوم وادي الجنزبيل. طبعا احنا الجنزبيل ده ما بنحطهوش عندنا، من الحاجات المختلفة شوية. عندي بعد كده شوية من الفلفل الحراق والطماطم، مش هنكتر فلفل حراق، هنحط شوية طماطم كده بالشكل ده. وقلبي بقى الطماطم كده مع البصل والثوم، وانزلي بشوية كزبرة. على نار هادية هننزل بالعدس دلوقتي. شفتوا بقى ايه هنا المختلف؟ العدس اهو بننزل بيه، نديله تقليبة، نحط له مية ونسيبه يتسلق مع كل الحركات اللي حطيناها في الأول كده وكده. نحط بس شوية بقدونس أو كزبرة زي ما تحبوا، وننزل بالمية عشان يغلي ويتسبك ويبقى طبق تقيل، طبخة هتتاكل مثلا غموس كده. نسيب الكلام ده يستوي. طبعا بنحط مية أزيد شوية علشان هو أكيد هيشرب مية وهيحتاج مية تاني في النص. ده بالنسبة للعدس الباكستاني ليه طشة لما يستوي. بصوا انا خلاص ضربت كده كل الشوربه، عايزين نقفل الشوربه مع بعض. ده القوام اللي انا بوصل له وبشوف ان هو ممتاز جدا كشوربه عدس، ما يبقاش اتقل من كده. لا بطاطس بقى ولا كوسه ولا بتنجان ولا اي حاجه بقى، مش نقعد نحط خضار في شوربه العدس. فتعالوا نقفله بايه بقى؟ اللي بيحط مرقه بيحط مرقه. عارفين المواسير بتاعت العظم، احنا لما بنشتري من الجزار ماسورتين ثلاثة كده ونسلقهم، وناخد بقى مية السلق ده ونسلق بيه العدس. يا خبر، من بجد من التراث المصري الأصيل ان احنا نعمل شوربة العدس بالمواسير، خطيرة. فابقوا جربوها، بس مواسير حلوة يعني. يعني نقول للجزار يبقى علاقتنا بيه كويسة كده، نحسن علاقتنا بالجزار بحيث ان هو يجيب لنا مواسير حلوة مليانة نخاع ونظيفة، فتعمل لنا شوربة حلوة كده. يا سلام بقى، مش قادرة اقول. عندنا دلوقتي الطشة، اذا بتحطوها لو انتوا عايزين تعملوا لها طشة تمام. هنحط ايه؟ انا بحط سنة فلفل اسود بس كده، وبظبط الملح كده اهو. المرقه برضو بتظبط معانا الملح شويه. عندنا بقى الطشه بتاعتنا بتكون سمنه و حبه سمنه كده حلوين، عشان بس الحله كبيره انت حطي على قدك. وكمون وتوم. طشة تومة بكمون. اللي عايز يحط كزبرة اوكي، بس انا مش بحب احط كزبرة، بحب ان الطشة تبقى تومة بكمون بس. بس هنعمل حاجة علشان رغدة، احنا عندنا النهاردة بشعرية كمان صح؟ ها؟ احنا عندنا بشعرية، فبالتالي مش عايزين الشوربة بتاعتنا تكون مش مختلفة عن اللي بشعرية. فهناخد شوية، نعم
ممكن تدخليها لي؟ شعريه متحمره صح؟ اوكي يلا هنحط الشعر، هنحط شويه الشوربه بتوعنا هنا سك كده من غير ايه طشات، يا دوب احنا محيقينها بس، ناخد بقى شويه كده من غير الطش عشان ده هنحط له البصل، شويه من البصل المتحمر، تقليه البصل ادي الشوربه. كده تمام، وكده الشوربه عندنا تمام، باقي لها بس ان هي يتحط لها الطش. نعلي بس النار. سمنه بتوم وكمون. شكرا يا فندم. هنا عايزه بس ازود ايه مرقه قليل. الطشه هتشتغل ان شاء الله دلوقتي، بس هي ايه العين ما عنديني شويه، حلالنا كتير والعدس عندنا النهارده مسيطر. العدس الأباظي اللي هنبتدي فيه دلوقتي، بس انا عايزه العدس الباكستاني. العدس الباكستاني اهو اللي احنا عملناه، بس دي النسخه الثانيه اللي هي اتسبكت اكتر شويه، برضو هنحط له دلوقتي الطشه بتاعته عشان نقفله خالص زي ما هو كده. تعالوا ايه نديله تقليبه لان هو بيتاكل كده، نحط له بس الطشه وخلاص ونسيبه يكمل على نار هاديه. الطشه بتاعه الثوم بالكمون بتاعه الشوربه جاهزه، هننزل بيها حالا. عارفين الروائح دي، يعني ريحه الطشه دي تتحدث عن نفسها دلوقتي. يلا 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 يلا، ها معايا ولا ايه الاخبار؟ تمام يلا. الشهقه في اي طشه. وكده يبقى طبق الشوربه جاهز، ده بقى بنشربه شوربة أو بنحط فيه العيش المحمص أو بنعمل فتة العدس بيه. هنشيلها بقى على جنب عشان نخف على نفسنا حلل. أوفر أوفر، بس هي حلقة العدس دايما عاملة كده معايا. الشعرية بصوا بقى، الشعرية هنحطها دلوقتي، شعرية متحمرة على شوربة العدس أهي اللي احنا شلناها. طبعا بتزيد، وخدوا بالكم ما تحطوش كتير قوي يعني عشان الموضوع ايه ما يكبرش مننا كده، كفايه ونخف الشوربه اكتر مع الشعريه، بنخف الشوربه اكتر. وغلوه واحده على النار وتقفلي، وهي بعد كده هتستوي من السخونيه لان هي ما بتستحملش خالص غليه كتير. كده خفينا الشوربه اكتر شويه. طبعا في ناس بتحب تاكله بالعيش او والله تعالوا بقى ايه نحطهم كلهم وخلاص، موضوع ايه هي افور مننا شويه، بس نبقى نفكها بشويه شوربه وما يجراش حاجه. هنحطه على النار ونديله غلوه ونقفل عليه، وبعدين نبقى نحط له بصل محمر وشويه الزيت بتاع البصل او السمنه بتاعه البصل. عندنا الطشه اللي بعدها للعدس الباكستاني عشان بس نبقى خلصنا الحاجات اللي احنا محتاجين لها طشات وندخل على الوصفه اللي بعدها على طول. عندي هنا الزبده، مكعبين من الزبده، هما بيحطوا زبده كتير. وعندي بابريكا وتوم وفلفل احمر اللي هو الارناؤوطي الحراق ده. دي الزبدة. بصراحة العدس مع الزبدة أو السمنة بيبقى خطير. هنزل بالتومة مع البابريكا مع الفلفل الحراق ونديها الطشة
اللذيذة. هننزل بقى بشوية مثلا الكزبرة الخضراء دول كده كمان كده كده كده، وما نحرقش في البابريكا كتير مش هتستحمل معانا. وننزل بالطشة الباكستاني دي، يلا بينا اهي. هيبقى محتاج مننا شوية ملح، هنظبط بس الملح بتاعه، رشة فلفل اسود صغنطوطة، وبكده العدس الباكستاني بتاعنا خلص وكده تمام جدا، بيتغمس او بيتشرب كشوربة زي ما تحبوا يعني. هو بيتغرف وبيبقى خشن زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الطماطم فيه بتبقى واضحة وصريحة عادي جدا. عملنا له احنا طشة بابريكا، فهي اللي مدياله الحمار ده شوية، كان المفروض نزود الطشة شوية. رغدة ما تعملوا لي طشة بابريكا؟ بس للمنظر يعني. يلا نشيل ده كده، هنحط له الطشة كمان شوية من غير اي افتكاسات ولا اي حركات ولا اي حاجة، هنقدمها بالشكل ده. ده طبق شوربة عادي جدا وطبيعي، اللي يحب بقى اكسترا حتة زبدة حتة سمنة. يلا هنا العدس بالشعرية صح؟ لا هيحصل والله، هيقعد ايوه الشعريه تتأثر. العدس اللي بالشعريه قلنا هنبقى القوام بتاعه طبعا تقيل زي ما احنا شايفين، عشان في ناس بتحب تغمسه وفي ناس بتحب تاكله عادي بالمعلقه، انا بحبه بالمعلقه بصراحه. قوام كده لطيف، كل ما يتقل معاكي هتزوديه شوربه عدس وشويه ميه، وحاولي انك ما تغليهوش عشان العدس الشعريه بتزيد قوي وبتشيط وبتلزق في قعر الحله، ولو شاطت هتبوظ لك الحله كلها يعني حله العدس كلها. ياما شيطنا يعني بصراحه حله العدس بالشعريه بسبب ان احنا غليناه شويه زياده، فما تغليهوش كتير، يا دوب تطفي على طول بعد اول غلوه وتسيبيه بقى في حاله على النار جنب البوتاجاز كده وخلاص. ده بالنسبة للعدس اللي بالشعرية، وده بيتقدم عليه كده كده البصل المتحمر اهي. ممكن تحطوا جواه كمان زي ما بنعمل مع الكشك شوية بصل وسمنة متحمرين، شوية بابريكا، و انا عايزه الون بس الوش يعني كده مع تطش الشطه، ونسيحهم مع بعض وخلاص. فينها شويه الحاجات الخضراء اللي بنحطها، بقدونس او كزبره كده كده كده، ونروح نحطها على العدس الباكستاني. يلا بينا. عشان يبقى ايه شكله مختلف شوية.